هو الشيء الثابت لما في حتى نقاش، أن القضية هذه هي قضية متاع مظلمة، هي قضية متاع حق مغتصب، وهي قضية متاع الحق في الدفاع على الكرامة وعلى رد الاعتبار قبل كل شيء. لكن أنا في تقديري الموضوع نظل فهمتي من زاوية فهمتي أخرى، وهي هل أنه تم اتباع السبل الصحيحة للتعاطي مع هذه القضية أم لا؟ في تقديري، ونحن نمنو بدولة القانون مؤسسات وندافع فهمتي على الدولة دي، ونحبوا أي تصرف يتم في إطار فهمتي القانون باش نضمن الحقوق متاع الناس، وفي نفس الوقت زادة فهمتي نحميه المسؤول اللي ياخذ فهمتي القرار باش غدوة ما يلقاش روحه فهمتي متابع قضائيا حسب الفصل 96 اللي تعداوا عليه المسؤولين فهمتي برشا من نظام فهمتي السابق، واللي هم نفذوا تعليمات وقرارات في حتى قرارات كتابية وموقعة من رئيس الدولة، وبعد يلقاو روحهم مطلوبين. ليش؟ لأنه تلك القرارات لم تكن قرارات فهمتي قانونية. تعرف أن المبدأ في الانتداب في الوظيفة العمومية هو المناظرة، يستوي فيها أولاد التوانسة فهمتي كل مهما كانت فهمتي وضعياته، لكن القانون عمل استثناء. شنو هو الاستثناء؟ الاستثناء هذا القانون عدد 4 لسنة 2012 المتعلق بأحكام استثنائية الانتداب في القطاع العمومي، عمل الاستثناء. القانون هذا هو يهم تنفيذ برنامج انتدابات في القطاع العمومي عن طريق مناظرات خارجية بالملفات والاختبارات لفئة طالبي الشغل من العاطلين عن العمل، ولفئة المترشحين الذين يمارسون نشاطا مهنيا حرا دون مستوى شهائدهم. لكن جاء في الفصل الثالث وعمل استثناء. إيش قال؟ قال لا تنطبق المناظرة الخارجية على 4 فئات. الأولى، الفئة الأولى هو الانتدابات المباشرة لفرد من العائلات المعوزة، الفئة الثانية الانتدابات المباشرة للمتمتعين بالعفو التشريعي العام، الفئة الثالثة هي تتعلق بالمعوقين، الفئة الثالثة الرابعة بعض الرتب في الوظيفة العمومية. فكان مفروض هنا، ونحن في ما شاء الله في عندنا نواب مجلس النواب الشعب واليوم متبنين هالقضية في الانتدابية، أنه يقع التقدم بمشروع قانون لتعديل هالقانون في هدايا، وتضاف مطة خامسة لهالمطات الأربعة تتعلق بهؤلاء الشباب المفروزين أمنيا، ويقع التنصيص فهمتني كذلك على تشكيل فهمتني لجنة وشنية الصلاحيات متاعها باش العملية تتم في إطار إعادة استعادة الحق وإطار الشفافية، مش نبدأ فهمتني معناها بعدد بمئة ونص تطوف الألف وستمئة ونبعد وقتها على كل الشبهات مهما فهمتني كان النوع متاعها.